براش محمد القائد الجهوي للوقاية المدنية جهة الداخلة والذهب. نحتفل اليوم فاتح مارس باليوم العالمي للوقاية المدنية تحت شعار سلامة الأطفال هي مسؤوليتنا مسؤوليتنا. هذا اليوم نخصصه للناشئة للصغار للتحسيس بالمخاطر التي تحدق بهم، سواء مخاطر داخل المنزل أو على جنبات الطريق أو في الشواطئ أثناء الترفيه. التحسيس أمر ضروري، هو أولا تربية وسلوك على اتخاذ الإجراءات الوقائية لسلامة الأطفال. وبهذه المناسبة أيضا نستحضر إنجازات الوقاية المدنية بجهة الدخلة والذهب ما تحقق، ونحاول تطوير هذا الجهاز بإمكانية لوجستية وتغطية المناطق مناطق الجهة على طول الطريق إلى حدود منطقة القرقالات. نعمل جاهدين على تغطية مجموع تراب الجهة. الحمد لله هذه السنة كانت سنة بالنسبة لحوادث السير خفت نوعا ما، نسبة ضئيلة مقارنة بالسنة ما قبلها. بالنسبة لباقي الحوادث طبعا يسجل هناك ارتفاع نظرا لتعداد الساكنة هذا كثرة الحوادث فيها. أخيرا نعمل على توزيع مناطق التدخل على الطريق الرئيسية من حدود بوجدور إلى آخر نقطة من هذه الجهة العزيزة، وشكراً.